السلام عليكم ورحمة الله. طبعا باقي المرة الماضية يعني حكينا عن الانيشن كونفجريشن والاشياء هاي. طبعا الان نحكي عن يعني الخدمات الاساسية والخدمات البسيطة داخل اي شبكة مثل الدي ان اس، الدي اتش سي بي، الان تي بي والاشياء هاي. طبعا قديما كان كل شركة تعمل برمجية خاصة فيها، بعدين اجى الفري سوفت وير وصار في عندك اشي ستاندرد، فصار عندنا زي ستاندرد انه هاي ان تي بي سيرفر، اوبن ان تي بي. ليش؟ لانه يعني او مثلا اوبن في بي ان، فصار في عندك ستاندرد. يعني بعد ما اشتغلوا هذا الموضوع، في عندي هون مجموعة من الانترفيسز لانه كنا بالرولز. طيب نرجع على الشاشة الرئيسية، نلقي نظرة عليها. احنا بنشوف هون انه احنا حاليا باللان. طيب انا في عندي جهاز ويندوز، طبعا هاي الجهاز راح نعمل عليه تيستينج، بحيث انه راح مثلا اول شيء بدنا نوصله مثلا بالشبكة تبعتنا. يعني احنا عارفين انه احنا بنقدر نعمل كونفيجريشن، نوصل كذا، فبدنا نعمل توصيل. فبدك تيجي على الشبكة وتختار هوست اونلي ادابتر بما انك انت على هاي، وتوصله على نفس الشبكة اللي احنا موصولين عليها وتقول اوكي. الآن بما انه الدي اس سي بي سيرفر لا يعمل، يعني غير فعال، معناته ما راح يستلم اي شيء. هتلاحظ بعد شوي انه ما راح يستلم شيء. يعني بس نرجع عليه. حديت الآن ما في شيء. طلع على network places ونشغله عشان نتأكد انه اول شيء. طيب الآن راح يحاول يطلب IP address acquiring network addresses. اصبر عليه بس شوي راح تشوف ما راح ياخذ. ليش؟ لانه المفروض هسه هيكون اخذ اي بي ادرس، ما في عندي سيرفيس. فانا بدخل على الدي اس سي بي سيرفر. بعد ما ادخل على الدي اس سي بي سيرفر ما فيش عندي غير هذا الانترفيس، فانا بدي اعمل انيبل له، وهو بالوضع الطبيعي بيحدد لي يعني رينج منيحه، لكن انا بحب الرينج يكون ل 150. مين الدي ان اس سيرفرز؟ الدي ان اس سيرفرز اللي هم السيرفر تبعي، اللي هم السيرفر نفسه. يعني ف راح يكون 192 168 50 52 254. طبعا شو بفيدني اذا كان السيرفر دي ان اس سيرفر ونفسه الدي ان اس الموجود عندي؟ بفيدني اشياء كثير ممتازه. اول شيء انا بقدر اخليهم يحكوا معاي عن طريق الدي ان اس. راح نشوف حاليا انه انا مش بحاجة اني اكتب هذا الشيء. ليش؟ لانه انا بقدر يعني اخاطب الدي ان اس. احنا هون طبعا الجيت واي اللي هو بدك توزع الجيت واي، اذا بدهم يطلعوا برا الشبكة عند مين لازم يروحوا؟ طبعا راح يروحوا على الفاير وول. واخر شيء بضل عندك اللي هو الان تي بي، تختار الان تي بي وراح يكون نفسك. ليش؟ لأن بدنا نشغل كمان ان تي بي سيرفر على نفس الشبكه. والان بعد ما تم له طبعا كونفيجريشن وتسيف الكونفيجريشن تبعك، بصير الدي اس سي بي سيرفر يعني شغال 100%. الان ننتقل له، تلاحظ انه مباشره اتفعل دي اس سي بي سيرفر عندك و يعني قادر على الاتصال. طبعا بما ان احنا واثقين من هذا الجهاز وصلنا على لان اي بي ادرس،
الآن لو دخلت على الإنترنت و طبعا اخترت هون bf sense dot local dot local domain توقع domain do خلنا نختار bf sense pass شايف. فبما انه الدي اس سي بي سيرفر دي ان اس سيرفر دي اس سي بي سيرفر بيوفر لك الدي ان اس سيرفيس الاي بي ادرس تبع الدي ان اس سيرفيس, فانت مباشره يعني بس تكتب بي اف سنس مباشره بدخلك وين على نفس اللي انت موجود عندك. فلو حكيت له مثلا ادمن لاحظ انه احنا موجودين على نفس ال جيت هون هاي شايف الاي بي ادرس نفسه هيك. بس هاي كل اللي انت بتحتاجه عشان تعمل كونفيجريشن للدي اس سي بي سيرفر. بالفيديوهات القادمة راح نعمل كونفيجريشن ان تي بي سيرفر والدي اس سي بي سيرفر. شكرا لاستماعكم, السلام عليكم ورحمة الله.